هتسيب مستشفى المجانين وتعيش مع مجانين تانين، ما هي دنيا تكن العقلين، اوعى تروح بقى في الباي باي. انت تفهم في السياسة؟ افهم في السياسة؟ انا الشعب. قال لي ولا يا هرب، قلت له الله ليه كده ليه؟ ايه ولا دي؟ انا معلم برضه. قال لي ماشي اهو. اتهاد بتتاجر في المخدرات قطاع، صح ولا هتنكر؟ قلت له صح بس هنكر. حرام يا جدع، ما تنطقش الكلمه دي، احنا ما نروحش للحرام، الحرام هو اللي بيجي لحد عندنا. الله يخرب بيوتكم، راكبين عربية أرشميدس؟ تلف الزبون اللي عملها معايا مرة واحدة بس في حياتي. كنت أنا وهو متفقين على 10 جنيه وربع. بعدين؟ هو بقى كان عايز يدفع 10 جنيه بس. وبعدين؟ ولا قبلين، لو عند حضرتك وقت نروح نزوره سوا في مستشفى القصر العيني. كده هتطلع لك سنان يا برعاشي، نعيمك.